شنو الكلمات اللي تدل على تحول سرطاني؟ قلنا كلمة infiltration. لما يقول لك بالسؤال في عندك infiltration هذا شنو معناه؟ قلنا معناته انه عندك تحول سرطاني، انه صار عندك تحول سرطاني. لما يقول لك النسيج بدا يتغلغل يعني بدت الخلايا تدخل، هذه الكتله الورم بدا خلايا تدخل داخل الانسجه المجاوره، اذا عندك سرطان. لما يقول لك النسيج غير نمطي، شنو يعني نقصد غير نمطي؟ اسف، الخلايا وليست النسيج، يعني شكلها مو الشكل الطبيعي، ماذا تاخذ شكل محدد، اشكال ممكن تكون يعني كولومينار، ممكن تكون سكويمس، هذه ما عندها شكل محدد، غير نمطيه الشكل، هذا معناها 100% عندك سرطان. كلمة أتيبيا هي نفس الشيء، تمام، نفس الفكرة. بس هنا أنا ملاحظة، لازم تميز بين أتيبيكال سيل وأتيبيكال تيشيو. لما يقول لك نسيج غير نمطي، هذا ليس دلالة محددة. ليش؟ كل الأورام سواء حميدة أو سرطانية هي نسيج غير نمطي، يعني هو ماكو ورم طبيعي يعني المفروض يصير بجسمك، وهو غير نمطي كنسيج، لكن كخلايا في الورم الحميد هي typical cells. يعني الورم الحميد خلايا تشبه خلايا جسمك نفسها، فقط زادت بالانقسام. لكن لما توصل للسيل للخلية ويقول لك atypical، لا هنا عندك مشكلة، هنا نفكر عندك تحول سرطاني. فهذا مهم، هذا الشيء لازم تعرفوه، لأنك هواي طلاب دي يخربطون بين atypical cells و atypical tissue، فحتى لا نخربط لازم نعرف هذه المعلومة. طيب، كلمة atypia واحدة معناها أيضا metastasis. لما يقول لك بالسؤال عندك metastasis أي انتقال وتحول، يعني انتشار، فهذا أيضا دلالة على أنه سرطان. without borders لما قال لك عندك كتلة ما نقدر نحددها بشكل، يعني ما عندها بوردر، ما عندها شكل محدد، ما عندها شكل محدد، إذن هذا تحول سرطاني. الأورام الحميدة أكثرها تكون راوند، يعني عندها حدود، دائرة وتكبر قرارها، لكن عندها حدود تقدر تمسكها، تمام. طبعا كلمة أيضا هنا أنا ما كاتبها، خلي يضيفوها إذا تريدون، كلمة immobile أي غير قابل للحركة، أيضا دلالة أنه هذا كانسر. كلمة غير قابل للحركة موبايل، راح تقول لي لحظة دكتور، شنو غير قابل للحركة كانسر؟ زعلت أنا؟ ليش زعلت؟ مو أنت أصلا قلت لي هو السرطان ينتشر، طب كيف يكون غير قابل للحركة؟ إحنا نقصد مو أنه السرطان هو ما يتحرك أو أنه خلايا ما تنتقل، لا، قصدي لما تجي على الجلد وتحاول تمسك هذا السرطان، لنفرض سرطان بالجلد، تحاول تحركه ما راح تقدر تفصل عن النسيج المجاور، يعني راح يكون منطقة مضخمة وما تقدر إيش تحركها، باقية ثابتة ولا ماسكة بمكانها. لكن الورم الحميد، فإنه لو صار في الجلد كمثال، لو جيت عليه وحاولت تدفش شوية، ها تدفعه تقدر، لأنه ما لازم، ما صار إنفلتريشن للنسيج المجاورة، تمام. هي مو نفس كلمة متاسس، يعني ينتشر لمكان ثاني، يروح من الجلد للدماغ وغيره، أنا قصدي موضعيا. إذا قال لك painless lymph node، يعني lymph node صايرة painless lymph node، إنه العقد الليمفية القريبة من هذا السرطان صارت ما بيها ألم، هذا دلالة أيضا إنه سرطان، لأنه السرطان راح يأكل أنسجة الليمف نود هذه القريبة وراح يموت نهاية العصبية، فراح يخلي لك إياها من دون. وإذا قال لك without shape تصور واضح، لأنه الورم الحميد إلى شكل محدد، هذا ما عنده شكل، يكون منتشر وعديم الشكل، فهذه كلها دلالات تدل على كلمات سرطانية، تمام. طيب هسه نجي على المنطقة التي لا يحبها أغلب الطلاب، واللي هي منطقة إيش؟ تسمية الأورام أو كيفية تسمية الأورام. الأنسجة بجسمك، بس حتى تعرفوها بشكل بسيط، الأنسجة بجسمك أنت عندك الأنسجة هي ثلاثة أنسجة، عندك الإبيثيليوم، هذه الأنسجة بجسمك بشكل عام إبيثيليوم، عندك الميزونكيم اللي هو نفس الكونكتيف تيشيو، هذا الثاني يكون، هذا الأول إبيثيليوم الثاني، والثالث هو البارونكيما، البارونكيما اللي هي الأنسجة الحشوية،
اللي هي نفسها اللي مسويت لك اصلا خلايا كبدك وخلايا الداخليه بالاعضاء. فهي هذه هي ثلاثه انسجه. هذه لو صار فيها نمو زائد عن اللزوم وصارت الخلايا تنقسم فراح تتحول الى اورام تيومات. بس قلنا هذه الاورام ممكن تكون حميده ممكن تكون مالجنت، فهي ثلاثه انسجه ماكو غيرها. اكثر الانسجه اللي يصير بها تحول سرطاني بجسمك هي خلايا الابيثيليوم او الطلائيه. الطلائيه ليش؟ لانها خلايا ذات انقسام عالي جدا، يعني تنقسم بوتيره عاليه جدا، وهذا اللي يخليها كثيرة أن تتحول إلى سرطان، لأن دائما جسمك يفقدها فتنقسم أكثر، فأي تحول فيها ممكن يحولها إلى خلايا سرطانية أو أورام حميدة. الميزنكيم أو الكونكتيف تيشي هو الخلايا اللي لامة جسمك على بعضها مثل خلايا العظام العضلات وغيرها. هذا أيضا كمعدل انقسام أقل بكثير من الإبيثيليوم، ولكن أيضا تصير بها تحول سرطاني. والخلايا الحشوية خلايا الكبد مثلا خلايا الرئة خلايا هي الخلايا الأساسية الموجودة أيضا ممكن يصير فيها تحول سرطاني. فهي هذه خلايا جسمك. طبعا عندك خلايا مثل خلايا القلب تمام الكارديا، هذه فيها فقط ورم واحد بعدين أذكر لكم إياه بالأخير، لكن يعني نادرا ما تشوف تحول يصير حميد أو سرطاني في خلايا القلب. ليش؟ لأن خلايا highly specialized specialized يعني توسعت أو صارت عندها نوع من التخصص الكبير، وبالتالي فقدت قدرتها على الانقسام. خلايا مثل النيرفس سيستم، راح تقول لا يا دكتور ما انا سامع انه في الاعصاب ايضا اكو ايضا سرطانات. هذه السرطانات اللي تصير في الدماغ وغير هذه مو من الخلايا العصبيه، مو من النيورونز مو من النيورونز مو من الخلايا العصبيه، لا هذه تصير من خلايا الجليال. والجليال نقصد بيها تمام عافية صح يا مريم، جليال سيلز، جليال الخلايا الدبقة المرافقة. أما النيورونز الخلايا العصبية فهذه عمرها ما تتحول إلى تحول سرطاني، ماكو سرطان من الخلايا النيورونز، أكو من الخلايا المرافقة اللي هي خلايا فايبروبلاست، خلايا مايكروفاج، الخلايا الثانية ممكن يصير بها تحول سرطاني، أما هذه لا ما راح يصير بها. فهذه معلومة خلوها، فراح أمسح الآن هذا الكلام ضفته تمام، هذا يعني تكون كاتبيه. طيب فحتى نجي نشوف المحاضرة نكمل تمام. طيب طبعا شباب بالنسبة لتسجيل الفيديو فهذا الشيء ممنوع، لكن اللي ياخذ سكرينات للشاشة حتى يثبت معلومات عادي، هذا الشيء مسموح فيه. هذا يعني الآن إذا تاخذ سكرين للشاشة عادي لا تخاف، هذا الشيء مسموح فيه وتقدر تسويه حتى يعني تستفاد من المعلومات اللي دا أذكرها تمام. طيب فهسه نجي ونكمل نتكلم على الأورام، فراح نجي على أول نسيج اللي هو خلايا الإبيثيليوم تمام. خلايا الإبيثيليوم أول نسيج راح نتكلم عليه هو خلايا الإبيثيليوم أو الطلائية. هذا الخلايا أو هاي الخلايا تشكل لك أهم الغدد بجسمك، الغدد تذكروا الغدد الأنسجة الطلائية للأعضاء من الداخل، يعني من اسمها خلايا طلائية يعني تطليلك داخل الأعضاء. يعني وين؟ يعني مثلا اذا قلت لك النسيج اللي يغطي لك داخل البرونكاس داخل القصبة الهوائية فهذا ابيثيليوم. النسيج اللي يغطي لك داخل الجهاز الهضمي اللي متعرض للبيئة الخارجية هذه ايضا ابيثيليوم تمام، هذه ايضا ابيثيليوم. لو قلت لك النسيج اللي موجود داخل الامعاء من الداخل، ها يعني مو اللي يغطي لك اياها من الداخل ايضا هذا ابيثيليوم. مو قصدي خلايا العضلات واللي تنقبض، لا الإيسوفيغاس كمثال هذا إبيثيليوم من الداخل، هذا إبيثيليوم تمام، هذا كله إبيثيليوم. فهذه الأنسجة الطلائية وجميع الغدد، تذكروا جميع الغدد جسمك مثل بيتيوتري وغيرها هي من نسيج الإبيثيليوم، ولذلك أورامها تعتبر أورام إبيثيليوم. طيب هسه نجي على التسميات وشلون تعرف. طبعا انت شلون راح تعرف ورم حميد او خبيث؟ قلنا طريقه انه تميز من خلال الكلمات. فانت الان لو تريد تحل سؤال تمام، لو تريد تحل سؤال اورام، اول خطوه بحل سؤال الاورام وانتبهوا علي، اول خطوه بحل سؤال اي اورام، اول مره تشوف هذا الورم حميد ام خبيث، هذه أول نقطة بحل أي سؤال أورام، تشوفه ورم حميد أم خبيث. النقطة الثانية بحل أي سؤال أورام، نوع
النسيج. تمام، النقطة الأولى تشوف ورم حميد أو خبيث، النقطة الثانية تحدد نوع النسيج، النقطة الثالثة تجاوب على السؤال. تمام، أنت خلص بعد ماكو سؤال أورام يستعصى عليك. إذا أنت عرفت الورم حميد أم خبيث وعرفت نوع النسيج، أنت حليت سؤال أورام. طبعا أسئلة الأورام أسئلة مهمة، كل سنة أقل شيء يعني يجي عليها 3 أو 4 أسئلة بشكل متكرر سواء للطب الأسنان أو الطب العام. هذه أسئلة مهمة وأغلبها أو قسم منها كبير يكون سهل لو عرفت الطريقة لحله، مو صعب. تمام، فهذه الطريقة لحل الأورام. على كل نكمل المحاضرة. طيب خلي أمسح الآن هذا الكلام اللي ذكر. تمام، طيب فقلنا نحدد نوعه، نحدد نوع النسيج نحدده. طيب أنت الآن جيت حددت الورم ولقيت هذا الورم، لقيت هذا الورم بناين. تمام، هذا الورم لقيته إيش؟ بناين يعني حميد. شلون راح تصير تسميته؟ كلمة كتلة أو ورم بشكل عام باللاتيني هي أوما، يعني كلمة أوما باللاتيني تعني كتلة أو ورم، هي مو فقط تعني ورم، ممكن تعني كتلة. تمام، تعني كتلة أو ورم، تذكروا هذه الكلمة. فكلمة أوما أغلب الوقت في تسمية الأورام تعني أورام حميدة، لكن هذه مو قاعدة، ولذلك أنا قسمت لكم إياها حسب النسيج. كل نسيج له تقريبا قاعدة بها اختلاف. فهسه الأورام الحميدة بشكل عام نضيف لها أوما. طيب كلمة غدة باللاتيني شنو؟ لنفرض جانا ورم غدي، وقلنا الغدة أو الغدد هي إبيثيليوم، فكلمة غدة باللاتيني هي شنو؟ أدين أو أدينو، معناها أدينو. تشوفون هاي البداية أدينو، هذه معناها غدة. طيب سوي لي ورم حميد من غدة الآن، شو تضيف له؟ أوما، فصار أدينوما. أدينوما بابيلاي اللي هي زي مسمار القدم اللي يظهر في القدم اللي هي من الإبيثيليوم أيضا، نمو حليمي يسموه، يعني خلايا نسيج الجلد مثلا تنمو بشكل حليمي فيسموها بابيلاي. طيب سوي لي ورم حميد من عندها، فشي يصير اسمها؟ بابيلوما. واضح، بابيلوما سهلة جدا. أدينو طبعا أنت لازم تعرف لاتيني، أنت دخلت الطب لازم تروح تتعلم لاتيني، أنت الآن بعد فاك لاتيني. فأدينو وحط لها أوما صارت أدينوما، بابيلاي وحط لها أوما صارت بابيلوما. هذه أورام حميدية من الجلد مثلا. يلا بيزل سيلز وصار بيها تيومر، شي يصير اسمها؟ يلا أنت كتبولي بيزل سيلز صار بيها تيومر حميد، شي يصير اسمها؟ يلا هات فاعل وياي. بيزل سيل صار بيها ورم حميد، شي يصير اسمها؟ جايتكم بالكروك. بيزل سيل صار بيها ورم حميد، شو تضيف لها؟ هي من الخلايا الإبيثيليوم. يلا ها كتبوا بالشات. يلا ها ولا واحد، شو نسويها؟ بيزلوما. أنا جاوبت عليها. تمام، بيزلوما. واضح، فيصير اسمها بيزلوما. تمام، بيزل سيل صارت بيزلوما. فسهلة هذه أورام الحميدة. طيب إذا ننتقل الآن ونتكلم على أورام المالجنت، نتكلم على أورام المالجنت من نفس هذه الأورام، من نفس مجموعة الإبيثيليوم. بس قبل ما أبدأ بالأورام، هل الكل سامعني بشكل جيد؟ أكو أحد عنده مشكلة بالصوت؟ لو الكل سامعني تمام. طيب طبعا أخذت لي رشفة من القهوة لأنه أنا دائما أحب أشرح وياي قهوة. فأنتوا أيضا جايبين إن شاء الله قهوتكم وياكم وتشربون القهوة وتشوفون البيزلوما والأدينوكارسينوما، يعني أحسن من نتفليكس. واضح؟ تمام. طيب طيب فهسه نرجع نكمل الحل. فأدي نوما قلنا ورم حميد، ورم حميد ونريد نحول الآن سرطاني. هسه نريد نحول سرطاني، قلت لك الآن صار عندك ورم سرطاني من الغدد،
الآن شلون يصير التحول السرطاني في حالة الإبيثيليوم؟ نضيف لنهاية كارسينوما، نضيف لنهاية كارسينوما حتى نسوي تحول سرطاني من نفس هذا الورم. يعني هذا الورم الحميد لو تحول سرطان شو راح يصير اسمه؟ قلنا ورم غدي أدينو باللاتيني. زين أدينوما لو قلناها هذا ورم حميد، زين نريد نحوله ورم سرطاني من مجموعة الإبيثيليوم شو يصير اسمه؟ أدينو كارسينوما. تمام، أدينو كارسينوما يعني سرطان. تمام عافية يا خليل، أدينو كارسينوما راح يصير اسمه أدينو كارسينوما. طيب هاي البابيلاي نريد نحولها إلى سرطان، شو يصير اسمها؟ بابيلاري كارسينوما. سأحد يقول ليش مو بابيلي كارسينوما؟ يعني ما ترهم على اللفظ صير ثقيلة فصار اسمها بابيلاري كارسينوما، بس هو النهاية نفسها كارسينوما، وانت بالامتحان امسكيو انت ما راح تكتبها راح تختار، فصار اسمها بابيلاري كارسينوما. طيب بيزل سيل قلنا لما نريد نسويها ورم حميد صار اسمها بيزلوما، نريد نحولها سرطاني يصير اسمها بيزل كارسينوما او بيزل سيل كارسينوما. تمام 100% يا مريم، سهلة صارت. طبعا انا كاتب لكم اختصار بي سي اللي هي بيزل سيل كارسينوما. تمام بيزل سيل كارسينوما. طبعا هذه السي هذه اسم هي سكويموس سيل كارسينوما. تمام سكويموس سيل كارسينوما. طبعا هذا نتيجة للنسيج نوعا، لان احنا عندنا انسجة حرشوفية وعندنا انسجة كولومينر وانسجة حرشوفية. تمام هذا كولومينر، كولومينر يعني مستطيل، بعض الانسجة تكون حرشوفية الشكل، فهذا سكويموس، هذا هذا سكويموس. تمام هذا سكويموس، هذا واضح، فتصير هذه المسألة. تمام فهذه بالنسبة للنسيج الإبيثيليوم. طيب الآن ننتقل ونتكلم على نسيج ثاني. أتصور الإبيثيليوم صار سهل، الكل صار عنده فكرة عليه، بس أهم شيء نتذكر حميد بالإبيثيليوم نضيف له أوما، سرطان نضيف له كارسينوما. طيب نجي على النسيج الثاني اللي هو الميزونكيم، وقلنا معنى ميزونكيم شنو؟ قلنا الميزونكيم هو الأنسجة الإيش الضامة. شنو الأنسجة الضامة بجسمك؟ أنت الآن شلون منتصب؟ من خلال العضلات، من خلال الغضاريف، من خلال عندك الأنسجة العضلية بشكلها العام، قلب وعضلات هيكلية يعني والأمعاء وغيرها كلها تسمى أنسجة ضامة. الأوعية الدموية تعتبر أنسجة ضامة، والدهون أنسجة ضامة، والأنسجة اللي تكون لك فايبرين وفايبروسيس أيضا تعتبر أنسجة ضامة. يعني الأنسجة القوية أنا أحب أسميها أو الصلبة. تمام الأنسجة القوية أو الصلبة، فهذا اسمها ميزونكيم أو الكونكتيف تيشو، فسهل تعرف من عدها، تصور واضحة صارت. طيب نجي على أول خلايا من مجموعة الخلايا الميزونكيم، هي خلايا الأوستيوسايت. هذا الأوستيو باللاتيني معناه عظم، واضح عظم. أوستيو باللاتيني معناه إيش؟ عظم. فهسه هنا أنا قاعدة حميد وإيش سرطاني، هنا شوية اختلاف بسيط. بالحميد هو نفس الإبيثيليوم، يعني الآن حتى لو أنت كنت ما تعرف وخربطت بينات مختارات هذه ممكن بالحميد تمشي. لنفرض جاك ورم حميد من الخلايا العظام، شو راح يصير اسمه؟ راح يصير اسمه أوستيوما. أوستيوما تمام، راح يصير اسمه أوستيوما، يعني ورم حميد من خلايا عظمية. طيب خلي الآن نحاول نحوله إلى ورم سرطاني من الخلايا العظمية، يعني قال لك العظم بدأ يتدمر، صار بيه انفلتريتف، صار بيه هواية أمور، شو راح يصير اسمه؟ هنا شوية الأمور تختلف، هنا راح تصير النهاية بهذا الشكل، يصير اسمها ساركوما. ليش صار اسمها ساركوما؟ أول شيء حتى تفرقها من السرطانات الجاية من الإبيثيليوم. ثاني شيء هاي السرطانات يصير بيها، هذه السرطانات صلبة تمام قوية، فكلمة سكليرو باللاتيني تعني
قوي أو يعني بي لحم كثير سكليرو، فصار اسمها ساركوما يعني أورام صلبة، اسمها أورام سرطانية صلبة. ليش؟ لأن كونكتف تشيو قوية، فلذلك ما راح نسميه أوستيو كارسينوما، لا راح يصير اسمه أوستيو ساركوما. انتبهوا شوف التغير صار، صار اسمها إيش؟ أوستيو ساركوما. واضح؟ فهذا التحول أو هذا الاختلاف بالميزونكيم الطلاب يخربطون به. معاكو شيء اسمه أوستيو كارسينوما، أوستيو ساركوما، هذه تسميتها بهذا الشكل. طيب نجي على الخلايا اللي بعدها، خلايا الغضروفية اسمها كاندريوسايت، تمام؟ اسمها كاندريوسايت، كاندريوسايت. ليش اسمها؟ هي اسمها كاندريوسايت باللاتيني. طيب نجي ونحولها إلى ورم حميد، إيش راح يصير الورم الحميد من الكاندريوسايت؟ كاندروما. طبعا لا حد يضحك على اسمها، تمام؟ كاندروما، صارت اسمها كاندروما. هسه جزء اكو ناس تتخيلها، تمام؟ تسمية قريبة عندنا بالعربي شوية، واضح؟ كاندروما. طيب حول لي الكاندروما هذه إلى سرطان، تمام؟ حولها إلى سرطان، صارت اسمها كاندروساركوما. صارت النسية هذه، صار اسمها كاندروساركوما. فنريد نسويها حميدة كاندروما، نريد نسويها سرطانية كاندروساركوما. هي اسمها كفاية، تمام؟ طيب نجي على الخلايا اللي بعدها، الخلايا الدهنية. خلايا الدهنية باللاتيني اسمها لايبوسايت، طبعا عندها اسم ثاني اسمها ديبوسايت ايضا، لكن الاسم اللي نستخدمها بالاورام هي اللايبوسايت، تمام؟ نعيد لك اياها، الاورام الحميدة، الاورام الحميدة في حالة الاورام الصلبة اللي جاية من الكونكتيف، تمام؟ الاورام الحميدة اللي جاية، هذه تسمية الاورام. شلون نسمي الأورام؟ إحنا نعرف الأورام عندنا أورام صلبة وأورام سرطانية، آسف، أورام عندنا حميدة وأورام سرطانية. فبدنا نتكلم على مجموعة الأورام الصلبة اللي جاية من الأنسجة الضامة من العضلات العظام وغيرها. فإذا ردنا نسويها ورم حميد، شلون راح تصير تسمية الورم الحميد؟ راح تصير من خلال إضافة المقطع أوما للنهاية، مثلاً أوستيوسايت اللي هي خلايا عظمية. شلون راح تصير ورم حميد؟ راح يصير اسمه أوستيوما. واضح؟ لنفرض صار عندنا ورم سرطاني من الخلايا العظمية، كيف راح يصير التسمية في هذه الحالة؟ نضيف للنهاية ساركوما، فراح يصير أوستيو ساركوما. هذه طريقة تسمية الأورام، تمام؟ نتكلم عن تسمية الأورام اللي ممكن نضمه ويانا يعني شوية متأخرين، تمام؟ نتكلم عن تسمية الأورام، تكلمنا على الإبيثيليوم وشون دا نسمي الأورام إذا كانت حميدة أو كانت تمام للمنجنت. واضح؟ طيب تمام، فهذه كاندروسايت، كاندروما وكاندروساركوما، تمام. طيب نجي على اللايبوسايت، الخلايا الدهنية، فراح تصير نفس الفكرة، لايبوسايت تحول إلى ورم حميد من الخلايا الدهنية، راح يصير اسمه لايبوما، وورم سرطاني من الخلايا الدهنية صار اسمه لايبوساركوما. يعني نفس القاعدة، فقط أن تحفظ التسميات اللي موجودة عندك. طيب الفايبروبلاست، الفايبروبلاست اللي قلنا هي خلايا شنو تنطي لك؟ تنطي لك الفايبرين، تنطي لك الفايبرين اللي هو كولاجين قوي جدا يتجمع بالأنسجة، راح تنطيك فايبرين. فهذه الفايبروبلاست اللي تنطيك فايبرين، لو صار ورم من الفايبروبلاست نفسها، تمام؟ لو صار ورم من الفايبروبلاست نفسها، وهي طبعا نسيج قوي، نسيج ضام من الكونكتيف تيشيو، فراح يصير ورم، لنفرض ورم حميد ما بي اي تحول سرطاني، فراح يصير اسمه لايبوساركوما، تمام؟ لايبوساركوما هذه سرطان، لايبوساركوما هذه سرطان وليست حميد، تمام؟ هذه سرطان وليست حميد، كل هذه الجهة سرطان وكل هذه الجهة حميد، يعني واضحة عندكم بالمختصرات إذا نزلتوها، نزلت على الجروب، هذه الجهة هي أورام حميدة وهذه الجهة هي أورام سرطانية، تمام؟ فالأوستيوسايت ورم حميد، يعني من يصير من عنده أوستيوما ورم سرطاني، أوستيوساركوما، أي ساركوما هي ورم سرطاني، ما عندنا ورم حميد ينتهي بساركوما، تمام؟
لايبوما هي ورم حميد من اللايبوسايت، لايبوسارفوما ورم سرطاني من اللايبوسايت، فايبرو بلاست تتحول الى فايبروما هذا ورم حميد من الفايبرو بلاست، تمام، وراح تجوز يصير عندك بالعكس اكثر كولاجين واكثر فايبروسيس تصير بالنسيج. اذا تريد الان تحولها الى ورم سرطاني فراح يصير اسمها فايبرو ساركوما، تمام، فراح يصير اسمها فايبرو ساركوما. طيب انجيوسايت، انجيوسايت نعني بانجيو باللاتيني، تمام، نعني بانجيو باللاتيني وعائي، وعائي، تمام، انجيو معناها باللاتيني وعائي يعني وعاء دموي blood vessel، وسايت خلايا يعني خلايا الوعاء نفسه يعني خلايا الايش الاوعيه الدمويه نفسها الشريان وريد بشكل عام هسه اتكلم. طيب لما احنا قلنا ايضا تعتبر الاوعيه الدمويه ايضا تعتبر من الكونكتيف تيشيو، فلما يصير عندك ورم حميد بنسيج وعائي ايش راح يصير؟ ضيف لنفس الاضافه راح يصير اسمه انجيوما، تمام، راح يصير اسمه انجيوما، انجيوما. طيب لما نحول تحول سرطاني ايش راح يصير اسمه؟ راح يصير اسمه انجيو ساركوما. يعني اعطيكم مثال، لو قلت لك انه نمت الاوعيه صار عندك نمو بالاوعيه لكن ما عندك لا عندك انفلتريشن ولا عندك انفيسيف ولا عندك ميتاستاسيس ولا عندك شيء لكن صار عندك نمو زايد بالاوعيه، ايش راح يكون جوابك؟ شنو صار بالاوعيه؟ ورم حميد، ايش راح يصير اسمه؟ انجيوما، تمام، صار اسمه انجيوما. طب اذا قلت لك صار عندك نمو بالاوعيه وزادت الاوعيه في مثلا مكان معين مثل الكبد اللي تصيب به امراض وعائيه كثيره، يعني هو باوعيه دمويه كثيره مثل الكبد زادت به الاوعيه والان شفنا انفلتريشن ودستركشن وميتاستاسيس ونكروسيس في خلايا الكبد، الان هل هذا حميد؟ لا طبعا هذا سرطاني، فايش راح يصير اسم الورم في هذه الحاله اللي جاي من الاوعيه؟ انجيو ساركوما، صار اسمه انجيو ساركوما. مرات يعني يحطون كلمه هيم قبله، هذه ام، تمام، هيم، مرات يحطون كلمه هيم، هذا يقصدون اذا كان وعاء دموي. شنو يعني اقصد وعاء دموي؟ ليش هو في وعاء غير وعاء دموي؟ نعم، في عندك اوعيه مثلا لمفيه من اللمف، واضح، في عندك اوعيه لمفيه من اللمف، فهذه ما تسمى بهيم، ما عندها مقدمه هيم. لما يقول لك هيمنجيوما، اكتبوا على التسميه هيمنجيوما، نقصد بيها الهيمنجيوما وعاء دموي يعني يحتوي على الدم يعني مثل شريان وريد بس ما عنده أوعية لمفية نطلع اللمف واحد، فهذه مرات التسمية الأكثر شاملة اللي يستخدموها، واضح، اللي يستخدموها في هذه الحالة اللي هي هيمنجيوما. طيب يعني ورم وعاء دموي يعني شريان أو وريد صار بي ورم وزاد بي الانقسام وغيره. طيب إذا صارت سرطاني راح يصير اسمه هيمنجيو ساركوما، وقلنا ساركوما يعني أورام صلبة، خلاص ما هي منجيو ساركوما، فتذكروا هذه القاعدة. طبعاً أكو طلاب يخربطون بين هذا أو هاي المصطلحات هي منجيوما ويا مصطلح ثاني اسمه هيماتوما، هيماتوما، تبهو هيماتوما تختلف عن هيمنجيوما. أعرف شوية المسألة بها مصطلحات جديدة ممكن عليكم، لكن بس حتى نفهم لأن هذه مهمة. هيمنجيوما تختلف عن هيماتوما، حلو، تمام، صحيح يا مريم. هيماتوما هذه فقط دم متجلط ومتجمع، يعني نفرض واحد صار عنده نزيف، تمام، بالمفاصل كمثال، وهذا تصير بشكل متكرر، صار عنده نزيف بالمفاصل وهذا النزيف أدى إلى تجمع دم وتراكمه بالمفصل وتحول إلى كتلة دموية فقط، دم متجلط وانتهى. هذه طبعا نسميها كتلة دموية بالعربي، باللاتيني قلنا كتلة أوما فصار اسمه هيماتوما. هذه ليست ورم، هذا نزيف وتجمع دم، انتبهوا ولا تخربطون بين المصطلحين، هذه مهم جدا، تمام، بخليت نجمة. طيب فهذا بالنسبة أيضا للأنجيوسايت. جي على اللايومايوسايت، هسه راح تقول هذه شنو طلعت لنا لايومايوسايت؟ مايوسايت وين تلقاها؟ شنو معناها مايوسايت؟ معناها عضلات، خلايا، تمام، خلايا عضلية، تمام، خلية عضلية، هذه معناها مايوسايت، وين تلقاها؟ معناها عضلات، خلايا عضلية. طيب هسه نجي على التسميات اللي شوية بيها شيء غريب عليكم. ملساء باللاتيني، واحد يقول لي يا دكتور أنا داخل باتفاك لاتيني، مو أنت بالأورام داخل باتفاك لاتيني، يعني شو تسوي؟ ها نجرعها
تمام. بقول لك الوقاية خير من العلاج. واضح، وانتم الآن تعرفون كورونا وكلكم قاعدين بالبيت خايفين من كورونا، فالوقاية ايش خير من العلاج. فكلمة ملساء باللاتيني هي لايو، فصار اسمها لايو مايوسايت، هذه يعني عضلات ملساء. نريد نحولها الى خلايا ذات ورم حميد، صار اسمها لايو مايوما، صار اسمها لايو مايوما. نريد نحولها الى سرطان، شو نسويها؟ لايو ساركوما او لايو مايو مايو ساركوما، تمام. هي المفروض لايو مايو ساركوما، انا مختصرها طبعا، هي لايو مايو ساركوما. فهذا معناته السرطان من خلايا عضلات ملساء، هذا معناته ورم حميد من خلايا عضلات ملساء. طيب نجي على الحالة اللي بعدها. الآن نجي على العضلات الهيكلية اللي هي skeletal muscles، يعني عضلات مثل البايسبس ترايسبس، عضلات إيدك، عضلات رجلك، العضلات الأساسية بجسمك. هذه شو اسمها باللاتيني؟ كلمة عضلات هيكلية أو عضلات مخططة باللاتيني، نضيف لها المقطع بالبداية الرابدو. فرابدو مايوسايت هي العضلات الهيكلية، عضلات المرتبطة بالهيكل العظمي، هذه اسمها رابدو مايوسايت. مايوسايت هي نفس النهاية. أريد نحولها إلى ورم حميد من العضلات الهيكلية، راح يصير اسمها رابدو مايوما. أريد نحولها إلى ورم سرطاني من العضلات الهيكلية، نحولها إلى رابدو مايو ساركوما، تمام. رابدو مايو ساركوما، واضح. طيب نجي على أيضا مرات يجي لك تسمية نيرو فايبروبلاست. انتبهوا، هذا ليس نسيج جديد، هذا نسيج ضام وين؟ بالنيرفس سيستم، وهذه أحد الجليال سيل، الخلايا المرافقة للجهاز العصبي. وقلنا إحنا ماكو عندك سرطان يصير أو ورم يصير بالجهاز العصبي نفسه، يعني بالنيورونز، لا، بالخلايا المرافقة. فلما تشوف نيرو فايبروبلاست طبق عليها نفس القاعدة، بس نيرو ضيف لك بالبداية. إذا ورم حميد من النيرو فايبروبلاست راح يصير اسمه نيرو فايبروما، إذا ورم سرطاني من النيرو فايبروبلاست راح يصير اسمه نيورو إيش؟ فايبرو ساركوما، واضح. فهذا بالنسبة للكونكتيف تيشيو، واضح. فهذا بالنسبة للكونكتيف تيشيو، تكلمنا على الإبيثيليوم وتكلمنا على الكونكتيف تيشيو. الآن نجي نتكلم على بعض الخلايا المهمة المتفرقة الموجودة، تمام. نجي على رقم 3 اللي مكتوب الميلانوسايت. الميلانوسايت، ميلانوسايت قلنا شنو هذه الميلانوسايت؟ الميلانوسايت هي الخلايا اللي موجودة، الخلايا الصبغية الموجودة بجسمك اللي تفرز لك الميلانين، صح 100%، اللي تفرز لك الميلانين، اللي تفرز لك صبغة الميلانين، الصبغة السوداء. يلا خلينا نسألكم سؤال شوية خارج الموضوع ونشوف من يعرف يجاوبه. شنو اسم الهرمون اللي يحفز تكون الميلانين في الجلد؟ مريم يعني انت ما شاء الله عليك صح 100% جبتيها. ام الميلانوسايت سايت، مركزين عافيه، ستيمولييتنج هرمون. طيب هسه نريد نشوف منو الشاطر اللي يقول لي هو الميلانوسايت ستيمولييتنج هرمون، يا هرمون يحفز حتى ينتج الميلانوسايت ستيمولييتنج هرمون، يا هرمون يحفز انتاجه. تايروسين هي المادة اللي يتكون منها الميلانين، التايروسين، لا قصدي الهرمون اللي يحفز انتاج هذا الهرمون. واضيف لكم اضافة انه هذا الهرمون ايضا يجي من البيتيوتري، الدوبامين يجي من البيتيوتري، صح 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 يا خالد صح. الاي دي الادرينو كورتيكو، اسف هذه هنا الادرينو كورتيكو تروبيك هرمون، تمام. ACTH، هذا ACTH اللي يجي من البيتيوتري اللي يحفز الأدرينال جلاند حتى تنتج لك كورتيزول، هو نفسه يحفز لك إنتاج الميلانوسايت ستيمولييتنج هرمون. فإذا زاد عندك ACTH، تمام، نعيده، عندك هرمون اسمه ACTH اللي هذا الهرمون اللي تفرزه البيتيوتري، هذا الهرمون وظيفته طبعا اللي هو أدرينو كورتيكوتروبيك هرمون، يعني الهرمون المحفز للأدرينال جلاند، هذا وظيفته يروح إلى الأدرينال جلاند يحفزها تفرز كورتيزول، تمام، يحفزها تفرز كورتيزول.
لكن ايضا له وظيفه ثانيه، انه يحفز ايضا تكون الميلانين من خلال تحفيز الميلانوسايت باستخدام هرمون ميلانوسايت ستيمليتنج هرمون، يعني الاي سي تي اتش نفسه يحفز الميلانوسايت ستيمليتنج هرمون حتى الخلايا تنتج ميلانين. فالفكره هي شنو هنا، ليش ذكرت هذا الشيء المهم؟ لانه لو قال لك شخص زاد عنده الكورتيزول وبنفس الوقت تصبغ الجلد تبقع صار بيجمنتيشن، اذا يا هرمون زاد هو ايضا عنده، تصور صارت سهله، زاد عنده الميلانوسايت ستيميليتنج هرمون اللي يعني معناته يا هرمون ايضا زاد، معناته زاد الاي سي تي اتش. تمام، هذه الفكره مهمه، لان عندنا كوشن ديزيز اللي هي مرض كوشن اللي يجي من البيتيوتري يزداد بهذه الحاله ويتنسلون عليه. يعني هذه خلوها في عتاتكم الداخلي من المعلومات استفادوا. طيب هذا احنا اندوكراين، هسه احنا وين تيومرز. طيب الميلانوسايد الان لو تحولت الى ورم حميد ايش راح يصير اسمه؟ طبعا ما عندنا تسميه للورم الحميد من الميلانوسايد، تسميتها النيفوس اللي هي الخال او الشام. هسه انا احد يقول دكتور ايش الخال؟ يعني خال الجهال ولا خال العيال؟ لا، الخال نقصد بيها شو تسمون انتم؟ الشام. صور واضحه تمام، انتم تسموها شام ولا خال؟ يلا كتبوا لي بالتعليقات اللي تطلع زي في الوش مثلا. تمام، واحد عنده شويه ها زي مرات يعني علامه داله عليه عنده شامه. تمام، جميله، ورم صغير يصير مرات على الوجه. تمام، تسموه خال ولا شام انتم؟ يلا كتبوا لي بالتعليقات، ولا تسموه غير شيء انتم؟ لما واحد يطلع له زي خال صح خال وعم تمام خلاص خلاص الخال، مش قصدي خال يعني خال واضح شامه. تمام احنا نسميه شامه طبعا باللهجه العراقيه، يمكن عند اهل الشام شوي يسموه خال. وانا طبعا هم كنت يعني مره قلت الطلاب خال، واحد من الطلاب قال لي طب يعني هو خال ولا العم؟ ولا قلت له لا مو الخال الخال واضح. يلا خلاص هسه شوي اعطيناكم، يلا خل اشرب لي رشفه قهوه تمام وتاخذوا نفسكم. انتوا تشربون قهوة صح؟ تحبون تشربون قهوة ولا ما تحبون تشربون قهوة؟ اها تمام طيب طبعا هو احنا هسه محاضراتنا كلها تحولت اونلاين، انا ودكتور عبد الله، فيعني جايب لي مج كامل بعدين اصور لكم اياه وانزل لكم اياه على جروب، مج كامل مال القهوة خليه يمي، هذا راح يكفيني اليوم كله على كل شيء، بعدين انزل لكم يا موس. تمام خلوها سعوف المج مال القهوه. طيب فنجي هسه صار اسمه نيفوس، صار اسمه تمام تمام صح، صار اسمه نيفوس الشامه، صار اسمها ايش؟ نيفوس بالانجليزي. يعني اذا اريد اقول لك شامه يعني ورم حميد من الميلانوسايت يصير اسمه نيفوس. طيب اذا راد يقول لك ورم سرطاني من الميلانوسايت شو يصير اسمه؟ ميلانوما. اوما يا دكتور ما انت قلت لي اوما يعني كتله، ويعني انا قلت لك كل واحد له قاعده واحد، الكونكتيف تيشيو والابيثيليوم كانت قاعده واحد، هسه بالميلانوسايت ميلانوما وحدها تعني سرطان، ما عندك ميلانوما طبيعيه حميده، ما هي سرطان، وواحد من أسوأ السرطانات اللي لا سامح الله تصيب الانسان. شوي بس يعني اتكلم لكم على هذا الميلانوما. تمام، هذا الميلانوما طبعا هسه انا الشاشه عندي هنا باللون الاسود حتى ارسم عليها، فيعني هي باللون الاسود، هذا اللي نفرض السرطان الميلانوسايت بدت تنقسم وبدت تتحول الى تحول سرطاني، وهذا الجلد تمام، هذا الجلد فوقه اللي يصير راح هنا شيء خطير جدا. الميلانوسايت راح تبدا تنمو الى الداخل اكثر مما تنمو الى الخارج، يعني تبدا تدخل داخل الانسجه وتجي على بلود فيزل وتبدا تدخل وتسوي لك ميتاستاسيس. تمام، تسوي لك ميتاستاسيس، يعني عمليا انت لما تشخص واحد عنده ميلانوسايت او عنده ميلانوما فعمليا انت شخصته بمراحل انتقال وميتاستاسيس، اصلا تعدت يعني صارت مراحل متقدمه من المرض. ليش؟ لانه يسموها ايس بريك، يعني كانه جبل جليد، جبل
جليد، كأنه جبل جليد، يعني قمته صغيرة ولكن قعره عميق جدا، فهذا خطر جدا. اللي راح يصير انت شلون راح تشوفه او كيف راح يوصف لك الورم على الجلد؟ اول شيء راح يكون شكله على الجلد بقعه الريجولر. الريجولر شنو يعني بقعه الريجولر؟ يعني غير منتظم، غير منتظم، يعني راح تشوف بقعه غير منتظمه على الجلد. اضافه الى هذه البقعه فيها مناطق داكنه، دارك ارياز، دارك اريا، تمام، دارك اريا، او مرات يقول لك في مناطق فيها شويه براون وفي مناطق كانه سودا بلاك. فهذه أيضا طبعا العلاج للسرطانات هذه قصة طويلة، يعني ما عندنا علاج معين. تمام أمير، هي بالنسبة ذكرنا فقط أنه لما يصير عندك ورم بالميلانوسايت اللي تنطي لك صبغة الميلانين، هذه الميلانوسايت راح تنمو إلى الداخل أكثر من الخارج، يعني هي بالجلد طبعا الميلانوسايت، فلما تنمو راح تسوي لك في الجلد. كيف راح تشوفها على الجلد؟ راح تشوف شكلها الرجولر، الورم هذا غير منتظم، ما عنده حدود، دارك ارياز، وبي مناطق يعني بيجمنتيشنز وتغير باللون وغيره. مو هي المشكله انت راح تستأصل هذا الورم، لكن ايش راح تسوي باللي راح يسوي ميتاستاسيس؟ هي هاي المصيبه. فالريجولار ودارك اريا يعني هذه، وايضا يكون ديب يعني عميق بالجلد الداخل. فاذا شفت هذا الكلام وبي بيجمنتيشن يعني ورم وبيتصبغ بهذا، فإذا أنت شخصت المريض ويا ميلانوما، ويا ريتك ما شخصته، لأن خطية هذا المريض راح بيها. تمام، هذا ورم. طبعا هذا يصير أكثر بالأفريكان أمريكانز، يعني اللي جايين من ذوي البشرة السوداء للأسف بشكل جيني. أيضا ممكن يصيب البشرة أيضا، للأسف بالعكس قلت البشرة البيضاء وليس السوداء، لعدهم ميلانين أقل، بالعكس يصيب البشرة البيضاء يعني اللي هم قوقازيين، تمام، فيصيبهم هذا المرض أكثر. هو أيضا يروح بسبب يعني إصابة بسبب تعرض لأشعة شمس كبيرة UV light، تمام، UV light، هذه UV light اللي هو نقصد ب الأشعة فوق البنفسجية، تعرض الجلد لكمية كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية، مثل يروحون للبحر أو للتسمير، فهذا ممكن يؤثر لك ويؤدي لك إلى تحور سرطان مثل الميلانوما. أو إذا كنت من ذوي البشرة القوقازية ممكن يصير عندك هذا المرض أكثر. هذا بشكل عام الميلانوما. هنا أنا أكو فكرة جتي بالكروك، تمام، أصور الصوت واضح، تمام. هنا أنا أكو فكرة أيضا جتي بالكروك، هنا أيضا أكو فكرة جتي بالكروك. مرة سأل على الميلانوسايت أو الميلانوما بس مو بالسكن، مو بالجلد، سأله بمكان ثاني، منو يعرف من عندكم وين أيضا موجود الميلانوسايت غير الجلد؟ وين موجود الميلانوسايت أيضا؟ يلا منو يعرف وين موجود الميلانوسايت بمكان ثاني غير الجلد؟ أحد يعرف؟ وسألت بون مارو، لا مش بالبون مارو، وين موجودة بمكان ثاني غير الجلد؟ وهذا انسألته بالعين، صح ياسمين، هي صح انت جبتيها، لكن مش بالسكليرة، بالرتنة، طبقات الرتنة، بطبقات العين الداخلية بالرتنة. عندنا بالرتنة طبقة اسمها pigmented layer اللي هي طبقة مبقعة، هي مبقعة بشنو؟ مبقعة بالميلان مين، ومبروك، منو يسوي لك ميلانين؟ ميلانوسايت، طبعا ميلانوسايت تسوي لك ميلانين بالعين، فصير طبقه مبقعه بالعين باللون الاسود موجوده داخل العين، فهذا ممكن يصير الميلانوما داخل العين. تمام، طيب، فوضحت الفكره هذه. فهذه الميلانوسايت، الميلانوسايت موجودة في العين وموجودة في الجلد، فممكن تسوي لك ورم سرطاني في العين، يعني ميلانوما ممكن تلقاها في العين وممكن تلقاها وين؟ في الجلد. فنفس الوصف لو ذكر لك إياها بالعين هذه ميلانوما في العين، لو ذكر لك إياها في الجلد فهذه ميلانوما. وقلنا ماكو ميلانوما حميدة، كل ميلانوما هي تحول سرطاني، لا تخربطون، تمام. بس نرجع إلى المختصرات ونكمل. وهذا بالنسبة للميلانوسايت أمنون. الليمفوما واللوكيميا شرحتها بمحاضرات مستفيضة، تمام، فهذه ما راح نمر عليها، شرحتها بالكامل لكم خلال الدورة. طيب،
نجي على نقطة رقم 6، السيتوتروفوبلاست أو سنسيشيوتروفوبلاست. الله يا دكتور جبت لنا مصطلحات جديدة، أنا راح أزعل. ليش؟ شنو هذه السنسيشيوتروفوبلاست؟ سنسيشيوتروفوبلاست هذه نفس الخلايا اللي موجودة اللي تكون لك هذا طفل، تمام، تكون لك المشيمة البلاسنتا، تكون لك البلاسنتا، تمام، البلاسنتا المشيمة اسمها سنسيشيو بالاس او بالسي، الكروك اكتبها بالحالتين يعني سنسيشيو تروفوبلاست او بالاس سنسيشيو تروفوبلاست. هذه تكون لك خلايا البلاسنتا المشيمة، تكون لك هذه الخلايا طبقة المشيمة المرتبطة بالرحم اللي تنقل الدم والاكسجين والمواد الغذائية الى الطفل. هذه ممكن مرات تتحول الى تحول سرطاني، يعني راح يصير عندك سرطان من وين؟ من المشيمة. هسه هذه السنسيشيوتروفوبلاست تعتبر ايضا خلايا من مجموعة الابيثيليوم، لكن تسميتها تختلف نوعا ما. مشيمة باللاتيني، لما نجي نقول مشيمة، طبعا بالانجليزي مشيمة هي بلاسنتا، لكن باللاتيني كلمة بلاسنتا ماكو عندنا، باللاتيني كلمة كوريون تعني مشيمة، مشيمة، تمام، باللاتيني كلمة كوريون تعني مشيمة، فكوريو إبيثيليوما تعني ورم سرطاني من خلايا المشيمة، والله تجيب لك إياها باسم كوريو إبيثيليو كارسينوما أو كوريو إبيثيليوما، هي نفس الحالة، ما عندك ورم حميد من هي معناها تحول سرطاني، تمام، أو ورم جاي من المشيمة. هذه كيف راح تصير صيغة الأسئلة يعني هذه المسألة؟ تمام، صح 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 مريم صح. هذا تكون شلون تصير الكيس أو الحالة، إنه مرأة حامل pregnant woman بعد الليبر بعد الولادة، المفروض أنت بشكل طبيعي عندك المشيمة بعد الولادة، طبعا المشيمة ما تطول نص ساعة بعد الولادة تخرج بالكامل، بس مرات لسبب أو لآخر أجزاء من هذه المشيمة، تمام، هذه المشيمة تتقطع وتبقى داخل الرحم، فاللي راح يصير عندك شنو؟ طبعا هي المشيمة لو نجي نشوفها من الداخل، لو هذه قلبناها وشفناها تكون بهذا الشكل، عبارة عن مثل كرة ومقسمة لوبس فصوص، فمرات واحد من هذه الفصوص يبقى داخل الرحم، وهذه مصيبة وكارثة إذا الدكتور ما شافها بالبداية وقشطناها وخرجناها، راح تبقى داخل الرحم بعد الولادة لمدة طويلة، راح تتحول إلى سرطان اسمه كوريو إبيثيليوما جاي من السنسيشيوتروفوبلاست. فدائما الكيسات على هذه المسألة وكيف الأسئلة تجي عليها، مرأة حامل بعد الولادة بمدة، يعني pregnant woman after 2 years after 1 year جت وسوت ألتراساوند للأبدومن وشافت في الرحم أكو نسيج غريب، لما سوينا بايبسي أخذنا خزعة منه لقيناه يحتوي على سنسيشيوتروفوبلاست، فما اسم الورم هذا؟ سهلة صارت كوريو إبيثيليوما. شنو الخلايا اللي تكونه؟ سنسيشيوتروفوبلاست. فتذكروا هذا طبعا مهم جدا، واني خال عليه نجمة لأنه يعتبر مهم. طيب راح تقولوا لي دكتور أنت رقم 7 معاد، شنو مرة ثانية فايبروبلاست يا دكتور؟ أزعلاني، راح أزعل وأعوف الويبنار وبعد هذه ما أدخل أونلاين مرة ثانية ولن أشرب قهوة يعني حتى أزعلك. تمام، أقول لك اصبر علي، تمام، هسه عندنا ورم جديد اسمه ورم الدزمويد. شنو هذا دكتور الدزمويد وإيش هذا الدزمويد؟ هسه راح نرجع ونشرح هذا الورم. هسه أنا خلي أرجع شوية أرسم لكم حتى تفهمون، تمام، قلنا إحنا هسه فايبرو سايت أو فايبرو بلاست، تمام، هذه تنطيك ورم، قلنا شو اسمه؟ اسمه إيش؟ قلنا اسمه إذا ورم حميد فايبروما، وقلنا إذا ورم سرطاني إيش راح يصير اسمه كورم من الكونكتيف تيشيو؟ فايبرو ساركوما. هذا إحنا متفقين عليه، ما بيها شيء جديد، بس هنا أكو حالة غريبة أيضا، فايبرو
بلاست، احنا ماكو فايبروسايت، فقط فايبروبلاست راح تسوي لك هذا الشيء. مرات على الابدومين، مرات على الابدومين في منطقه الابدومين البطن يظهر عندك تيومر بس بصفات غريبه. يعني هو شنو هذا التيومر؟ ما بي ميتاستاسيس، يعني شنو؟ ما بي انتشار مرضي، يعني ما يروح لمكانات ثانيه، ولكن ريكو خليك بشكل واضح اكثر، تمام، ولكن ريكورنت. شنو يعني ريكورنت؟ يعني يروح ويرجع من نفس المكان، نفس المكان، تمام، سيم بليس. يعني لو انت استأصلته وهو راح يرجع ينمو من نفس المكان، لكنه ما يسوي ميتاستاسيس. لوكال انفلتريشن، يعني بشكل موضعي نوعا ما يتغلغل، لكنه ما يروح مكانات بعيده. فهسه هذا الورم شويه يحير، طب هل نقدر نعتبره فايبروما، ورم حميد؟ صور الجواب لا طبعا، هو عنده صفات سرطانيه. طيب خلاص يا دكتور عمر، نعتبره فايبروساركوما ونريح دماغنا. طبعا هذا للاسف اول وهذا كان صاير قبل، كانوا يعتبروه فايبرو ساركوما، لكنه شافه هو ايضا ما بي ميتاستاسيس وما عنده خصائص سرطانيه بحيث يروح على انسجه ثانيه، فهو ايسا فايبروساركوما. طيب لعد شنو هذا الورم هذا اللي يجي في منطقه الابدومن ويرجع مره ثانيه بشكل متكرر؟ فهذا ورم سموه تسميه جديده، اسم الورم هو اجريسيف فايبرو ماتوسيس. واعرف راح تقولوا لي بالكروك ما شفنا بعمرنا اجريسيف فايبروماتوسيس. الكروك جاب اسمه القديم الى، او اسمه خلينا نقول التسميه للاتحاد السوفيتي الى، سماها باسم ديزمويد تيومر، تمام، ديزمويد. لكن ممكن هسه بالسنوات الحديثه يشيل لك الديزمويد ويقول لك شنو الجواب، تختار اجريسيف فايبرومات، يعني انتشار الفايبروبلاست القوي جدا والعنيف، صار اسمه اجريسيف. اتذكر وهذا في منطقه الابدومين خاصه عند النساء، تستأصله ويرجع مره ثانيه، تستأصله ويرجع مره ثانيه، لكنه ما يسوي ميتاستاسيس لمناطق ثانيه. فاذا تختار ديزمويد، ما تختار لا فايبروما ولا فايبرو ساركوما. واضح هذا المساله وهذه المساله واضحه بالنسبه لكم؟ طيب هذا بالنسبه للديزمويد، تمام، هذا بالنسبة للديزمويد، تمام. طيب هسه هنا أنا طبقت بعض الأورام، هذه صراحة مو مهمة جدا، كاتبها فقط حتى يعني نكون غطيناها بالكامل. أورام من الغدد العرقية، ورم حميد، هايدرو يعني مائي أو عرقي، يعني مائي هو معناه باللاتيني، هايدرو أدينوما يعني ورم بالغدد العرقية، يصير في منطقة الأبط وغيرها، تمام. فهذا سيرينغوما، هذا ورم في القنوات تبع الغدد مو الغدد نفسها. غليماستيومر، هذا ورم يصير بالأظافر، تمام، تحت الأظافر يصير، فما بيفت فكرة، يعني يقول لك نيل بيدز أو نيل يعني أظافر بالإنجليزي، وصار بها ورم تختاره، ما بيفت شيء مهم. هذول الثلاثة أورام بس تطلعون عليها. هسه هنا نجي على مجموعة ثانية من الأورام تسمى ميكست تيومر، لا هذه مهمة، هذه نخلي عليها نجمات، هذه مهمة لأن تجيب الكروك، تمام، هذه مهمة وتجيب الكروك. هذه الميكست تيومر، تمام، هذه الميكست تيومر عندنا، يعني شو نقصد بيه طبعا ميكست تيومر، أو شو نقصد بيه أورام ميكست مختلطة، يعني عندك أكثر من نسيج يسوي لك هذا الورم، ما عندك نسيج محدد، مو إبيثيليال مثلا من برانكيما أو مثل من كل، لا لا، هذا مجموعة من نسيج تسوي لك إياه. أهم ورم موجود عندنا بهذه المجموعة وتنسلون عليه كثير هو التيراتوما، التيراتوما، تمام، التيراتوما اللي طبعا احنا نسميه باللغة العربية الورم المسخ، هذا الورم المشوه. ليش؟ هذا ورم لو تجي انت تفتح داخل هذا الورم تلقى أسنان، تلقى شعر، تلقى غضروف، تمام، كل شيء تلقى داخله، يعني تبع كل هذا ما على نسيج معين. أكثر الوقت يصير في منطقة الأوفري، يعني ده عند المرأة،
تمام الأوفري عند المرأة ويكون داخل يعني المبيض عند المرأة ويكون داخل هذا الورم تلقى يقول لك hair, teeth, muscle, أي شيء منوع. فإذا تختار الورم المسخ المشوه تيراتوما هذا رقم 11 هذا مهم جدا وجايب لك روك تذكروا التيراتوما. طيب عندنا هامرتوما هذا الهامرتوما هامرتوما هذا هو malformation يعني عدم صحة في التكون يعني في المراحل الجنينية عدة أنسجة تكونت بشكل غلط هذا يصيب أكثر الأوعية تمام والغدد يعني شلون راح تشوف هذا موجود هذا الورم هنا ما تلقى شعر أسنان أورام للكونيكتشو لا هنا تلقى أدينوما ممكن غدد مع هيمنجيوما اللي هي قلنا شنو هيمنجيوما أورام من الأوعية الدموية أو لينفو أنجيوما يعني أورام من الإيش الأوعية الليمفية وطبعاً هذه هو أورام حميدة تمام ما مو سرطانية حتى التيراتوما هي أغلبها أورام حميدة هذه مو سرطانية فهامرتوما راح تلقى هنا غدد زائد أوعية وهذا تميزه عن التيراتوما اللي بيه أسنان وكونكتيف تيشيو أكثر تمام فهذا بالنسبة للهامرتوما. طيب نجي يعني ما بيفت فكرة أكثر تمام صح يا صح طيب نجي على رقم 13 رقم 13 هنا أنا هذا ليس ورم لكن أنا خليته حتى تميزوه غرانيولوما هذا إذا ويان طلاب أسنان فهذا مهم جدا بالنسبة لهم لأنه مرات يصير عنده غرانيولوما بالفم واللثة وطبعا طلاب الطب هم أكثر أيضا لأنه تجيهم بالأسئلة خاصة في الرئتين هذه الغرانيولوما هي ليست ورم هي حقيقة كتلة دفاعية تمام هي كتلة دفاعية خلي نجي ونشوف شنو قصدي خلي أرسم لكم إياها تمام خلي أشرب لي رشفة من القهوة وأرسم لكم إياها أنتم مستعجلين علي تمام كيف الجو عندكم بدنيبرو حار بارد إيش الوضع عندكم بدنيبرو شلون الجو عندكم ميكس حلوة حلوة هذه يعني ترى توما صاير الوضع عندكم هناك طيب يلا أحسن تمام بلكي الله شوية هذا الماضي يخف وأنا ما راح يخف بالحارة والبرودة بس إحنا نأمل إنه يخف بأي شكل من الأشكال على كل يلا نرجع على كنا نتكلم على الجران غرانيولوما على الغرانيولوما اللي هو كتلة حبيبية دفاعية تذكروا هذا الكلام شنو أقصد بهذا الكلام لما أقول لك كتلة حبيبية دفاعية هنا عندنا لما تصير انفكشن معينة هذه انفكشن معينة صارت وصار عندك بس اللي هو قلنا قيح يعني شنو خلايا يعني دفاعية ميتة مع بكتيريا مع كل إذا كان هذه الانفكشن شديدة جدا يعني جسم مدى يقدر يسيطر عليها معناها عندك بكتيريات قوية داخلها لنفرض هنا عندك بكتيريات قوية صعب قتلها داخل هذا أو هذه الكتلة بدأت تنمو فالجسم هنا أنا راح يعمل عملية تطويق أو حصار راح يسوي حجر صحي شلون الآن إحنا عندنا حجر صحي راح يجي ويسوي حجر صحي على هذه المنطقة اعتبروها منطقة ووهان اللي بدأ منها كورونا فيروس بس منو الجهاز المناعي راح يجي ويسوي حجر صحي على هذه المنطقة حتى يمنع انتشارها وما راح يقدر يقضي عليها 100% البكتيريا الموجودة لكن يحاول يحوطها فهنا راح يصير عندك تكوين دفاعي اسمه غرانيولوما منو راح يجيب هذا التكوين الدفاعي أو شنو اللي يكونه أهم خلية في هذا التكوين الدفاعي هي التي لمفو سايت تمام التي لمفو سايت يعني CD4 وCD8 تمام التي لمفو سايت هذه أهم وحدة بيه بالتي لمفو سايت بعد منه راح يسوي لك هذه الكتلة الدفاعية أيضا راح تجي خلايا المايكروفيج تمام تجي خلايا المايكروفيج وطبعا كل خلايا المايكروفيج راح تندمج كل أربعة مع بعض يكونوا لك خلية مايكروفيج ضخمة تحتوي على أربع نويات اسمها جاينت سيل جاينت
cells. هاي ترى كل الكلام اللي أقوله جايكم بالكروك بالهيستولوجي ومهم. giant cells. وأيضا عندك خلايا راح تكون طلائية ظاهرية تمام، حتى تحاول تسوي زي مثل غطاء عليها من الخارج اسمها epithelial cell. وراح تيجي أيضا صديقتنا الفايبرو بلاست تمام، تجي أيضا معاها فايبرو سايت أو فايبرو بلاست. وهذه الفايبرو بلاست راح تبدأ تكون لك شنو، طبعا هو المفروض أرسمها باللون يعني أبيض أو يعني مائل إلى البياض، غراي على مائل البياض، راح تبدأ تكون لك شنو فاي برين تمام، راح تبدأ تكون لك فاي برين. فإذا تلاحظون شنو الكتلة اللي صارت هذه، وداخلها راح نجي نلقى شنو، نلقى بص. وراح يصير طبعا المنطقة اللي بالداخل راح تموت، راح يصير بها نكروسز. هذه المنطقة مهمة جدا، إذا تلاحظون هنا أنا عندنا هذه الخلايا الدفاعية كلها التمت بسبب وجود بؤرة من الانفكشن من البكتيريا داخلها. فهذه لما تصير غرانيولوما راح يصير لها تسمية اسمها كازييتينج غرانيولوما. شنو نقصد بكازييتينج؟ يعني جبني، مش يعني جبان، يعني جبني، يعني زي التشيز زي الجبن. ليش؟ لأنه داخلها راح يكون مادة صفراء، شايفين الجبن الأصفر اللي هذا اللي بيثقوه، يعني ما لدي يعني خليكم تكرهون الجبن، بس القصد راح تكون مادة صفراء مايلة للبياض كأنه جبن راح يكون. فهذا راح يصير نوع من النكروسز، النخر اسمه كازييتينج نكروسز. فهذه الفكرة هذه مهمة، لما أقول لك في جبن داخل الجرانيولوما، يعني في بص داخل الجرانيولوما، هذا الكلام إلى معنى. شنو معنى هذا الكلام؟ إنه في إيش؟ في infection. هذا يساوي لك يعني شنو عندك لما أقول لك كازييتينج نكروسز؟ يعني في infection، في عندك مرض تمام؟ خلاص إن شاء الله ما أذكره، يعني في عندك مرض، في عندك مرض، هذا معناه كازييتينج غرانيولوما. يعني في عندك infection، في عندك بكتيريا. شنو البكتيريات اللي أكثر يسويها؟ طبعا هي مجموعة كبيرة، أنا ما راح أدخل في كلها، أنت مطالب بها كمرحلة ثالثة، بس شنو أهم بكتيريات يسويها كازييتينج غرانيولوما؟ بكتيريا التوبركولوسيز اللي هي مايكوبكتيريوم توبركولوسيز، والسفلس تمام، السفلس اللي هو مرض السفلس تمام، مرض السفلس اللي هو مرض السفلس، واضح؟ فالتوبركلوزز والسفلس. طيب يا دكتور خلاص الشغلة سهلة، غرانيولوما يعني لا صبر صبر صبر، هل الحياة سهلة؟ لا طبعا. لازم يصير بها منغصات تمام. هذه كازييتينج غرانيولوما يعني معناها معناها يعني بكتيريات وانفكشن. طيب لنفرض الآن جيت قلت لك الجهاز المناعي تمام أصيب بالجنون، جهاز المناعي أصيب بالجنون والآن بدأ يسوي غرانيولوما، لكن لما جينا وفحصنا داخل هذه الغرانيولوما، لما جينا وفحصنا داخل هذه الغرانيولوما وجينا وفتحنا، طبعا انت راح تقول لي كيف فحصنا داخل الغرانيولوما؟ أخذناها بالمجهر وفحصناها، هي بالمليمترات راح يكون حجمها صغيرة، يعني تقريبا 1 مليمتر تمام، يكون 1 مليمتر بهذا الحجم، صغيرة جدا، ورم حبيبي صغير. جينا فحصناها، لما فتحنا الغرانيولوما هذه لقينا ما فيها كازييتينج، ما فيها نون كازييتينج غرانيولوما، يعني ماكو داخلها كازييتينج. طيب يا جهاز المناعي انت ليش رحت سويت هذه الغرانيولوما؟ اذا احنا عندنا مشكلة وين في هذه الحالة، لما نجي نفتح الغرانيولوما وصار نكروزس بمنطقة لكن ما فيها اي بكتيريا، شنو معناته؟ ولا عندك فد فيروس ولا عندك شيء، مجرد الجهاز المناعي بدأ خربطت التي لمفوسايت وبدأت تسوي لك غرانيولوما. هذا شنو معنى هذا الكلام؟ من أقول لك أنه الجهاز المناعي بدأ يسوي غرانيولوما ويدمر أنسجة لكن ما بها أي إنفكشن، ما بها كازييتينج، شنو معنى هذا الكلام؟ يلا ها جاوبوني أنتوا يلا بالتعليقات، معناها طبعا انت جاوبتني جواب رأس تمام صحيح، هو جواب انا قصدي شنو معنى الكلام، معناها اوتو اميون ديزيز، معناها امراض مناعيه، معناتها الجهاز المناعي صار به خلل وبدا يهاجم الانسجه، صار عندك امراض مناعيه اوتو اميون ديزيز. طيب هل كل الاوتو اميون ديزيز يسوي لك غرانيولوما؟ لا، امراض محدده يسالون عليها مهمه تسوي لك غرانيولوما، مرضين
مهمة جدا تسوي لك جرانيولوما. راح أمسح هسه هذه هنا حتى أكتبهم. عندنا مرضين تسوي لك جرانيولوما بشكل مناعي، يعني عندك مرض مناعي يسوي لك جرانيولوما. فإذا قال لك بالسؤال هنا نون كازييتينج جرانيولوما، فإذا تساوي لك أمراض مناعية أوتو أميون ديزيز، هي مرضين مشهورين اللي هما ساركويدوسيز ومرض كرون. تمام، مرض كرونز ديزيز، مرض كرونز وساركويدوسيز. تمام، هذول المرضين هم اللي يصيرون في حالة نون كازييتينج جرانيولوما، أمراض مناعية تصير. قلنا ما بيها فقط أقول لك كازييتينج، إذا هذا واضح. فنرجع على المختصرات، وأنا ذاكر لكم هذا الكلام، انتبهوا هذه مهمة جدا وخال عليها نجمة. إذا قال لك كازييتينج يعني إنفكشن، فيا إما يقصد توبركلوسيس يا إما سيبلس. كيف نميز؟ إذا قال لك باللنج من يروح للرئة؟ توبركلوسيس. وإذا قال لك بالجينيتاليا يعني الأجهزة التناسلية والأعضاء التناسلية، فإذا هذا سيفلس. تمام، طيب نجي على النون كازييتينج اللي هي قلنا معناها أمراض مناعية، ممكن التونزلز، عافية، ممكن أيضا التونزلز، صح. طبعا من التونزلز مرات تصير بكتيريا عندنا اسمها أيضا أكتينومايوكوسيس. تمام، وأيضا ممكن تأدي لك إلى هاي الحالة. طيب نون كازييتينج، إذا قال لك نون كازييتينج فقلنا أمراض مناعية. إذا قال لك باللنج فإذا عندك مرض الساركوي. وإذا قال لك لقينا النون كازييتينج بالإنتستين فإذا هذا مرض كرونز. تمام، بالأمعاء كرونز وبالرئة ساركويد. وهذا الساركويد دائما الطلاب يخربطوا ويا التوبركلوسيس. الفرق سهل جدا، قال لك الجرانيولوما كازييتينج، فمو تروح تختار لي ساركويد لأن راح تصير ساركويد معناها توبركلوسيس يعني في انفكشن. قال لك نون كازييتينج ما بيها جبن، ما بيها انفكشن، فكر امراض مناعيه. في الرئه فهو ساركويد، في الامعاء فهو كرونز ديزيز. تمام، فتذكروا هذه مهمه جدا، واتصور وضحتها، فلا تخربطون بيناتهم. طيب نجي على رقم 14 ايضا حاطه هذه تسميات يخربطون بها الطلاب. سكليروما ليست ورم، سكليروما يعني تصلب. يعني لما اقول لك القلب، وهذه جتي في سنة 2018 اتصور، لما اقول لك القلب صار بي، تمام انتبهوا، القلب صار بي فايبروسيس، يعني تليف القلب، ديفيوز فايبروسيس، يعني هذا القلب تمام صار بي فايبروسيس كبير، تليف القلب. فهسه هذا الفايبروسيس اللي صار هو كتله، تمام، صار كتله من الفايبروسيس. فهذا ايش راح نسميه؟ يا اما نسميه ديفيوز فايبروسيس. طبعا ملاحظ الفايبروسيس او الفايبرين يظهر باللون الابيض المائل الى الرمادي، جريش وايتش، جراي وايت يعني ابيض مائل المائل. فيما نسميه ديفيوز فايبروسيس، او مرات يختصروها باسم سكليروسيس او سكليروما. واضح، هي نفسها، نفس الفكره، يعني تصلب، فلا تخربط لي اياها ويا اورام. تمام، هذه ليست ورم، هذه كتله متصلبه من الفايبرين. فخلاص هذا بالنسبة لـ 14. 15 قلنا هيماتوما هو عبارة عن تجمع دموي، لما يتجلط الدم في مكان معين يصير عندك نزيف ويتجلط الدم نسميه هيماتوما. هذا ليس ورم، هذه كتلة دموية، فيعني لا تخربطوا بيها. تمام، هسه خلصنا الشرح، نبدأ بحل الأسئلة. يلا نجي ونشوف. قلنا أول ما نبدي حل أسئلة، أسئلة أورام. طبعا انت شلون تعرف سؤال اورام؟ تشوف من الخيارات، هذا مبين سؤال اورام، ليس على اورام. تجي اول خطوه، قلنا اول خطوه شو نسوي؟ نشوف ايش، هل الورم حميد ام خبيث، من خلال الكلمات. راح احل انا بالبدايه وبعدين تساعدوني بالحل. ثاني خطوه قلنا شو نشوف؟ نوع النسيج. وثالث خطوه نحل السؤال. هذه كم سنة ده درس اللي طبقوا هاي القواعد عمرهم ما غلطوا بالأورام. تمام، أول شيء تطبق تشوفه حميد أم خبيث، بعدين تشوف نوع النسيج، بعدين نحل السؤال. سهلة، ثلاث خطوات، أسهل منها ما. تمام، طيب نجي ونتكلم ونحل الأسئلة. examination of a patient revealed dense، كثيف
موبايل سكين تيومر. قلت لكم موبايل يعني مو معناته ده يسوي ميتاستز، يعني بالجلد تقدر تحركه، يعني معناته بناين صح، يعني معناته ما ملتصق باطرافه، ما نسوي انفلتريشن. تمام. ستاندينج اوت ديستينكتلي يعني مفصول عن محيطه from the surrounding tissue. اذا هذا ورم شنو؟ حميد. فاول نقطه هو الورم حميد. تمام. طيب هسه ورم حميد يا دكتور، انت هسه قنعتني. طب نوع النسيج متكون من الفايبروس تيشيو، يعني فايبروسايت. شنو اسم الورم الحميد من الفايبروسايت او from fibroblast نفسها؟ اسمه فايبروما. تمام. اسمه فايبروما. وتصور صارت سهله، هذا السؤال صار سهل، فهمنا ليش حلينا. طيب نروح على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده شويه رايح على تكاية من الاناتومي. انتبهوا على هذا السؤال. واحد عمره 50 سنة، المهم هذا كلام كله، قال لك نو لينفو اجينوباثي، يعني ما رايح على اللمف نود، يعني هذا حميد ولا سرطاني؟ تمام. ماذا يروح لللمف نود؟ ليس ميتاستز لللمف نود، حميد لو سرطاني؟ حميد طبعا 100%. فهذا ورم حميد لو سرطاني كان راح. فاول نقطه حميد. ثاني نقطه نوع النسيج. اكتبوا هسه شويه نوع النسيج هنا شويه بصعوبه. قال لك بالريتروبريتونيوم على السويس ماسل. الريتروبريتونيوم شنو نقصد به؟ هذا البريتونيوم، هذا غشاء البريتونيوم اللي يغطي الاعضاء الداخليه كبد قلب وغيره امعاء. من الخارج البريتونيوم، من الخارج هذا الريتروبريتونيوم من الخارج يحتوي على النسيج دهني. واضح انت الان عندك دهون في منطقه الابدومين، فهذا الدهن اللي من الخارج. وقال لك في منطقه الريتروبريتونيوم سوفت تيشيو، يعني يقصد الدهون الموجوده على البريتونيوم. تمام. الدهون الموجوده على البريتونيوم. فاذا ورم حميد من الخلايا الدهنيه ايش راح يصير اسمه؟ صحيح هو الاومنتوم، راح يصير اسمه لايبو، قلنا هي لايبوسايت خلايا دهنيه، ونريد نسوي فنكتب لايبوما. تمام. لايبوما، لايبوما ورم حميد. منين عرفنا حميد؟ قلنا نو لمفوديماثي نو، المهم هذه كلها قال لك اياها. طبعا هنا انا حضرت لك جمله استول تيست فور اوكولت بلاد از نيجاتيف. هذه شنو فائده هاي الجمله هذه اللي ذكرها؟ لما يصير عندك سرطان في القولون، كولون كانسر، يصير عندك نزيف داخل القولون ويصير عندك occult blood positive، يعني في دم متجلط داخل القولون. هذا لو شفته، لو قال لك هذا، لو غير قال لك positive، كان هذا معناته عندك سرطان في القولون، colon cancer. هذه بس جملة خلوها تفيدكم كمعلومة، بس هي ما لها علاقة بحل السؤال هذا بشكل عام. تمام. فهذا بالنسبة للسؤال اللي بعده. طيب نروح نحل سؤال ثاني ونشوف الفكرة. طيب لما يقول لك عندك ورم بي هير وكارتلج وخلايا غدد لعابية وغيره وعرقية، فشنو هذا الورم اللي يحتوي على كل هذه الخلايا؟ عندنا ورم اسمه تيراتوما أو ورم المسخ. تمام. صح هو بالأوفريز يصير، بس يعني قصدي وايضا قال لك صح بالأوفريز. مهم. فإذا ورم المسخ تيراتوما. تمام. فهذا أيضا سؤال سهل حلينا. السؤال اللي بعده هذا يتكلم لك على انقسام الخلايا. فقال لك الجلاندولا اللي هي يعني جلان. تمام. صار عندك مالتوروتيد إبيثيليوم، يعني الإبيثيليوم تبع الجلاند تعقج أو تجعد، معناته صار شنو بيزاد بالعدد. هو ده يقصد ورم حميد، بس ده يقول لك الميكانيزم إليه. يلا لما نقول لك ورم وصار او مو ورم، قصدي يعني خلايا لكن فقط زادت في العدد، شو نسمي العمليه هذه؟ هايبر بليجيا. وهو جلاند فصار اسمه جلاندولار هايبر بليجيا. وقلنا هايبر بليجيا يعني زياده في العدد. تمام. زياده في العدد، هايبر بليجيا زياده في العدد. تمام. وقال لنا تحول من نسيج لنسيج، كان اختارنا ميتا بليجيا. طيب نجي على السؤال اللي بعده. هنا بدأ يتكلم لك على ورم يصير في الكبد. طبعا الكبد أغلب أوعية دموية. تمام. فقال لك صار في ورم، انطاك حجم الورم وقياساته، وبالتالي لما انطاك ورم محدد بحجمه وقياساته، هذا ورم حميد
لو ورم سرطاني شو تقولون؟ يلا قلنا اول نقطه نعرف حميد او سرطاني. طاق انطاق قياسات عندك تقدر تقيسه ورم مبين حميد 100%، هذا ورم حميد بناين. طيب متكون من دارك ريد كلر وبي دارك ريد كلر، اذا وين جاي؟ من اوعيه دمويه. شنو اسم الورم من الاوعيه الدمويه؟ شنو اسم الورم من الاوعيه الدمويه؟ هيمانجيوما. هسه راح تقول لي يا دكتور ضحكت علي وجاوبت هيمانجيوما، طب ما هي ما شاء الله في عندنا كيبالري هيمانجيوما وكفرنس هيمانجيوما. بالباثومورفولوجي شوف السؤال وشوف الكلمات وجاوب من عندها. قال لك عندك كافيتيز داخله، يعني فيه هو ورم وفي تجاويف، فايش راح يصير اسمه؟ كافرنس هيمانجيوما. واضح؟ كافرنس هيمانجيوما، فتذكر كافرنس هيمانجيوما. واضح؟ لو قال لك في كيبالاريز او كابيلار فنختار كابيلاري هيمانجيوما، يعني من الشعيرات الدمويه. هذا صار يعني اكبر، صار كافيتي بس، ما بيفت شيء، وصف باثومورفولوجي وفهمنا الفكره من عنده. طيب نجي على السؤال اللي بعده. طيب هسه هنا يقول لك one layer of ciliated epithelium تحولت into multiple layer of flat epithelium. لما يقول لك تحول من نسيج إلى نسيج، منو قلنا العملية؟ يلا لا تزعلوني ميتا ليجيا، عفية عليكم، تمام خلاص. يلا هاي نروح السؤال اللي بعده. يلا أيضا شخص tuberculosing for a long time، لما واحد يدخن مدة طويلة، السكويموس ابيثيليوم الموجود بالبرونكس ايش راح يصير بيه؟ راح يصير بيه شنو؟ ميتابليجيا. طب اذا انترك هذه الميتابليجيا لمده طويله ايش راح تتحول الى؟ سرطان. هسه هنا ممكن واحد راح يعترض علي ويقول لي لحظه يا دكتور انت هنا خربطتني. السؤال ده يقول a patient who has been abusing tobacco smoking for long time، يعني هو صاير عنده ميتابليجيا، هسه صار عنده lost weight، بدأ يفقد وزن، وصار عنده لما أخذنا بايبسي، لما أخذنا خزعة صار عنده squamous cell carcinoma. انتبهوا squamous cell carcinoma. إذن هو في حالة هسه شنو؟ حالة ميتابليجيا لو حالة ديسبليجيا حاليا هو. هو حالة حاليا في حالة ديسبليجيا يعني سرطان. لكن لو سألتك الآن هو قبل ما يصير سرطان، هو قبل ما يصير سرطان شنو كان؟ قبل ما يتحول إلى ديسبليجيا شنو كان؟ إيش صار بي؟ إيش صار بي ميتابليجيا؟ شوف هنا السؤال إيش ده يقول؟ name the pathologic process، يعني العملية الباثولوجية that precede formation of the tumor، يعني اللي صارت قبل التحول إلى سرطان. فشنو العملية اللي صارت قبل ما تحول إلى سرطان اللي أدت إلى تحول إلى سرطان؟ صارت عندنا عملية الميتا بليجيا اللي قلنا هي الحالة الوسطية اللي بعدها راح تتحول إلى سرطان. طب لو هسه غيرت هذا السؤال وشطبت هذا المنطوق وقلت لك الآن شنو هي الباثولوجيكال بروسيس؟ شنو هو الآن في هذه المرحلة؟ عفية 100% ديسبليجيا، تمام 100% حاليا هو ديسبليجيا. لكن العملية اللي أدت إلى تكون الديسبليجيا هي الميتابليجيا. هو سؤال دقيق بس أتصور أنتوا صار عندكم خلفية على الموضوع وفهمتوا. يلا نروح على السؤال اللي بعده. يلا multiple convoluted glands granular hyperplasia صارت سهلة عليكم. السؤال اللي بعده يقول لك intraperitoneal biopsy of mammalian أو operational آسف biopsy of mammalian gland اللي هي نقصد بها الثديين عند المرأة، لقينا atypical tissue سرطان لو حميد. يلا شو تقولون؟ atypical tissue ها، يلا على السريع سرطان لو حميد. الله انتو مركزين مش مومين. قلت لكم atypical cell معناها سرطان، atypical tissue لا هو حميد ولا هو سرطاني، كل ورم هو atypical tissue. شوفوا وقعتوا بالفخ، لقد وقعتم في الفخ، تمام لقد وقعتم في الفخ. قلت لكم atypical tissue واحد و atypical cell واحد. إذا قال لك الخلايا غير نمطية هاي سرطان، لما أقول لك نسيج غير نمطي atypical tissue هو لا حميد ولا سرطاني،
هذا atypical tissue معناها فقط تغير نسيجي، لا هو لا هو لا هو حميد ولا هو سرطاني، ما تعرف منه. هذا مو atypical cell. لو قال لك atypical cell كان جاوب السؤال وانتهى، كان معناها كانسر وخلصت. لكن لما يقول لك atypical tissue نسيج غير نمطي، وهو كل نسيج غير نمطي، يعني اذا نتكلم على الاورام تمام. بس انتبه هسه هذه disorder of parenchyma stroma proportion with dimension of the last تمام، proportional dimension يعني بيها ايش؟ بيها domination of the last، بيها شكل محدد structure with different shape and size align with single layer of proliferative epithelium. هنا دا يتكلم، ما قال لك لا عندك infiltration ولا قال لك هو without shape تمام او size، ما قال لك اي علامة انه هو سرطاني، وقال لك في الخلايا خلينا نقول الميموريال جلانز اللي هي الثديين. الثديين عند المرأة يصير بيهم كونهم خلايا غددية يصير بيهم أدينوما بشكل كبير، وأغلبها حميدة، قسم من عندها تصير سرطانية. لكن لو ذكر لك في عندك atypical cell أو عندك infiltration وعندك metastasis كنا اختارينا، أو عندك lymph node متأثرة كنا فكرنا سرطان. أما هنا في السؤال ما ذكر لك أي دلالة أنه أب سرطان، بس مجرد tumor وعنده size وعنده shape. فإذا شنو؟ تمام، إذا هذا ورم حميد، وهي من الغدد كون هي خلايا اصلا غديه الميمورجلان تمام، فش راح يصير اسمه ادينوما. هسه ليش فايبرو راح تقولوا لي؟ هذا الورم خاص بالميمورجلان، اغلب الميمورجلان لما تصير بيها ادينوما يصير معاها قليل من الفايبروسيس، ولذلك دائما يسموها مع بعض، يسموها فايبرو ادينوما تمام، فايبرو ادينوما. لو كانت سرطان كان راح يصير اسمها فايبرو ادينوكارسينوما، لأنه الورم هو عائد على الغدد وليس الفايبروبلاست، لكن فقط لأنه فايبروسيس معها قليل يصير بيسموها فايبرو أدينوما تمام. وهذه ذكروها. طيب سؤال 89 هنا 6 month after delivery يعني بعد 6 أشهر من الولادة، a woman had uterine bleeding صار عندها نزيف، جينا سوينا لها examination لقينا tumor لقينا ورم وبي atypical epithelial cells. هذا هنا قال لك atypical cells، هذا ايش؟ ورم حميد لو ورم خبيث؟ malignant عفية 100% تمام عفية صح. وجاي من السنسيشوتروفوبلاست يعني من يا خلايا خلايا المشيمة، شنو اسم الورم الخاص بالمشيمة؟ كوريو epithelium تمام، كوريو إبيثيليوما، اتذكروا هذه كوريو إبيثيليوما تمام. يعني هذه صارت واضحة. السؤال اللي بعده لايبوسايت وعندك البوردرز ديستينكت وهذه، فإذا ورم حميد لايبوما وماكو داعي نطول به. طيب نجي على هذا السؤال اللي بعده. هنا انتبه سؤالي لكم، خلايا السرطان الكانسر تكون ماتشور سيل لو immature، يعني تكون خلايا ناضجة ولا غير ناضجة الخلايا السرطانية؟ ها يلا جابوني، خلايا سرطانية خلايا ناضجة ولا غير ناضجة؟ لا كيف يا خالد، كيف ناضجة؟ خلايا السرطانية خلايا دائما ترجع لأصولها الجنينية، immature غير ناضجة. الخلايا السرطانية خلايا غير ناضجة تمام، غير ناضجة. إذا تتذكرون لما شرحت لكم اللوكيميات وقلت لكم البلاست وما بلاست وهذه الأمور، تتذكرون هذا الشيء تمام. فتذكروا خلايا غير ناضجة. فلما يقول لك immature لقينا immature fibroblast like cell وبيها multiple mitosis يعني انقسام خيطي كثير وغير ناضجة من الفايبروبلاست، إذا هذا شنو حقيقة؟ هذا سرطان بالفايبروبلاست. شنو اسم السرطان اللي جاي من الكونكتيف تيشيو تمام؟ شو اسمه؟ اسمه ايش؟ من الاسف من الفايبروبلاست، يصير اسمه سرطان قلنا الكونكتيف تيشيو نحط له ساركوما، فجاي من فايبروبلاست اسمه فايبرو ساركوما تمام. فتذكروا هذا الشيء. طيب هنا انطاك سؤال اللي بعد، انطاك فورميشن صار عندك على الرقبه، بايبسي ريفير تيومر سيلز راوند
وأوفل يعني عدها شيء. إذا هذا ورم حميد لو ورم سرطاني. يلا حميد 100% ورم حميد، تمام ورم حميد. طيب يقول لك جاي من وين؟ من البيزل سيل. يلا ورم حميد جاي من البيزل سيل، ترى قبل شوية قلت لكم ما صار لنا ساعة. بيزلوما، تمام بيزلوما. طيب لو قلت لك ورم سرطاني جاي من البيزل سيل شو يصير اسمه؟ يلا راح اشرب لي رشفة قهوة وانت كتبوا. صح يا مريم، بيزل سيل كارسينوما. هو ما حد نام. تمام. طيب يلا السؤال اللي بعده. صح 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 100%. السؤال اللي بعده، طيب هذا السؤال هنا أنا جايك أيضا شوية لدي وقعك بالفخ. بس مراتك وطالب شي يسوي لما يمر على السؤال شوف له كلمة واحدة شبط بيها وراح عليه البقية. تبه هذا آخر جملة بالسؤال شو تقول لك؟ cellular atypia are or is not evident. يعني شنو معناها؟ يعني لا توجد atypical cells، يعني هذا ورم حميد لو سرطاني. ها لا توجد atypical cells، إذن هذا ورم حميد لو سرطاني. يلا بناءً 100% هذا ما. لو قال لك في typical cell atypical cells آسف يعني في خلايا غير نموذجية هذا كان سرطان، بس هو يقول لك لم توجد الخلايا الغير نموذجية. لا كيف سرطان؟ هذا ورم هنا يقول لك cellular atypia is not evident، غير موجود. آه صح صح تمام يلا صح. جزء شوي ده يتأخر عندكم الشات على ما ده يجي. تمام تمام صح 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 تمام. فهسه هنا إذا هي ورم حميد. طيب من وين هذا الورم جاي؟ من خلايا اللي تكون لك الفايبرين والثيكنس وغيره. فإذا من يا خلايا، من الخلايا الفايبروسايت اللي راح تنطي لك فايبرو، يعني أول اسم الورم الحميد من عندها آسف فايبروما. هسه هنا دائما السؤال اللي أنسأل به مباشرة، ليش الخيار أي مش سي؟ ليش مو سوفت فايبروما؟ ليش هارد فايبروما؟ أنا زعلت راح أطلع من البث وراح يعني أشتكي عليك إلى الزوم وأقول لهم دكتور عمر تمام أصبح علي لا تزعل انطيني مجال. هسه فهمكم ليش هنا نجد يقول لك different thickness صارت تمام irregular distribute among. لو قال لك هنا لو قال لك هنا طبعا لو قال لك عندك thickness قليلة، قال لك مثلا thin layer، thin layer من الفايبرين، وهي نفس السؤال يعني كان جاوبنا soft fibroma، soft fibroma، بس لما يقول لك thickness اللي معناها كثافة عالية يعني في thickness وdifferent مرة شوية زايدة ومرة أكثر تمام، ومع الورم نفسه اللي هو الفايبروما، فش ما حيصير اسمه؟ ما حيصير اسمه هارد فايبروما. طبعا لا تخربطون، هو فايبروما فايبروما، بس لو صار بيه انتاج فايبرين اكثر يصير اسمه هارد، لو صار فايبرين اقل يسموه سوفت، وانتهينا. بس فلهذا اختارينا هارد فايبروما. فلا تزعل وانتظر نحل السؤال. السؤال اللي بعده، هذا السؤال هنا خاص بالأورام اللي موجودة بالسي ان اس. طبعا هذه الأورام للأسف ما لها قاعدة محددة، هذه تحفظ حسب الموقع فانتبهوا عليها. هذه الصورة اللي خالي لكم إياها تحفظوها، هذه صورة مهمة تمام. هذه تصيب طبعا الشيلدرن أكثر، صح 100% الأطفال أكثر. هنا حسب الموقع انتبهوا علي، هذا الكلام مهم. إذا قال لك بالسيريبيلوم، سيريبيلوم يعني بنخاء آسف بالمخيخ، المخيخ هذا المخيخ في الدماغ، صار عندك ورم عند الأطفال خاصة، فراح تختار مباشرة ميديولوبلاستوما. هذا الورم اسمه ميديولوبلاستوما اللي هو طبعا ورم سرطاني واضح، ميديولوبلاستوم بيشوف كلمة بلاست. فلما يقول لك سيريبيلوم تختار مباشرة ميديولوبلاستوما. طيب تبهوا علي، إذا قال لك optic nerve يعني العصب البصري optic nerve تختار optic glioma، واضح اللي هو ورم بالoptic nerve. طيب إذا قال لك بالاستريوسايت استريوما، إذا قال لك بالمننجيز، مننجيز اللي هي طبقات السحايا
اللي هي قلنا شنو طبقات اللي تحيط الدماغ، تمام، طبقات السحايا. هسه خلي الجواب على السؤال، خلي الجواب هسه على السؤال. انتبهوا وياي اذا اشرح هذه الفكره. طبقات السحايا المننجيز تختار مننجيوما، طبعا ورم حميد يصير بيئة طبقات السحايا اللي تحيط الدماغ. اذا قلنا لك بالاوليغودندريوسايت اللي هي خلايا الدبقة اللي تغطي الأعصاب وتعزلها داخل الجهاز العصبي، تختار أوليغودندريوغليوما. والصور صايرة سهلة. إذا قل لك في الفراغات تبع الدماغ، طبعا هنا عندنا فنتريكلز في القلب وفنتريكلز في الدماغ، يعني شنو عندنا؟ أنت تجاويف في القلب نسميها بطينات القلب فنتريكلز أوف هارت، وعندك تجاويف في الدماغ نسميها فنتريكلز أوف براين. فعندك فنتريكلز بالبراين، داخل البراين لو تجي تفتح البراين الآن هذا الدماغ تلقى بي تجاويف، تمام، تلقى تجاويف طبعا تتصل وتكون لك قناة هاي التجاويف. على كل هذه التجاويف لو قال لك بالفنتريكلز، فنتريكلز بي تجاويف الدماغ، شنو راح تختار؟ ايبيديموما. ليش؟ لانه في عندك ايبيديمال سيل، وهذه طبعا ليش موجودة التجاويف؟ حتى هذه التجاويف داخلها ينتج السائل الموجود داخل الدماغ، او نسميه السائل الشوكي اللي هو CSF، تمام، فهذه تنتج لك اياه. فهذه ايضا يصير مرات بيها ورم ويصير اسمه ايبيديموما، طبعا اغلب بصره اسف حميد. فهذه تصور واضح. طيب اذا قال لك انتبهوا، اذا قال لك العصب السمعي acoustic nerve، هذه بصورة ماكو، إذا قال لك الأكوستيك نيرف العصب السمعي اللي هو يا كرانيال نيرف، يلا يا كرانيال نيرف العصب السمعي، يلا ولا أحد، يلا انتبهوا وياي لو نمتوا، عصب السمعي يا كرانيال نيرف هو صح، يعني اسمه رقم 8، تمام، كرانيال نيرف رقم 8، واضح، العصب السمعي اللي هو فيستابيلو كوكيولر نيرف، فيستابيلو كوكيولر نيرف العصب السمعي رقم 8. لو قال لك هذا العصب، طبعا هو مو راح يصير بالعصب نفسه، يعني مو العصب الخلايا النيورونز الموجوده بالعصب، لا، في عندنا خلايا مرافقه موجوده ترافق هذا العصب اسمها شوان سيل، اسمها شوان سيل، فراح يصير ورم بهذه الشوان سيل، ورم حميد، فراح تبدأ تنمو أكثر من اللازم، فراح يصير اسم الورم شوانوما، أو مرات يسموها فقط نيوروما، تمام، نيوروما، فقط يحبون الكروك يسموها نيوروما، هي اسمها الحقيقي شوانوما، تمام، شوانوما مو نيوروما، لكن هم الكروك يحبون يسموها نيوروما. فهذا وين تلقاه؟ على الأكوستيك نيرف أو العصب السمعي، وطبعا راح يضغط على العصب السمعي ويؤدي لك إلى مشكلة بالسمع. فهذه الأورام المهمة في الدماغ. بقى أكو ورم بالبيتيوتري، ورم سرطاني بالبيتيوتري، مرات يقول لك هذا الورم جاي من أصول جنينية، جنينية يعني يقول لك واحد ولد وصار عنده مباشرة ورم سرطاني في البيتيوتري جلان، ايش راح يصير اسمه هذا؟ طبعا راح تستغرب من الاسم، كرانيو يعني دماغ، فارنجيوما اللي هو شنو فارنجيوما؟ ان الفارنكس يعني منطقة الفارنكس البلعوم، طب ايش جاب البلعوم على الدماغ يا دكتور؟ ولازم انت تعرف انه البيتيوتري اصلها من باوتش اللي هو مثل جيب جنيني جاي من البلعوم وراح إلى الدماغ. فلذلك مرات السرطان الولادي اللي يصير بالبيتيوتري يسموه كرانيو فارنجيوما، واللي هذا الطلاب للأسف يغلطون بي لأنه ما حد ممكن يفكر أنه جاب هذا على الدماغ نفسه، فتذكروا هذه الفكرة لأنه مهم، تمام، ويعني هذه أورام الدماغ. طيب طبعا هذه راد لها حفظ، مو أنت الآن بالمحاضرة تحفظها، الآن ترجع بعد المحاضرة تروح تدرسها. طيب نجي على حل السؤال هذا. هنا يقول لك a 5 years old child revealed a tumor when بالفيرموس اوف سيريبيلوم، بالسيريبيلوم، فما سيكون هذا الورم؟ تمام، فصار اسمه ميديولو بلاستوما، تمام، ميديولو بلاستوما. طيب السؤال اللي بعده، examination of a young woman revealed node like soft formation، كلام كله معناته ورم حميد، وين؟ بالاكوستيك نيرف،
يا أكوستيك نيرف. يلا شنو يكون جوابنا؟ شوا نوما أو قلنا بالكروك ماذا سيكون؟ نيو روما، يكون نيو روما. طيب نجي على آخر سؤال عندنا اليوم، أخذوا لكم نفس وخليني أخذ رشفة من القهوة. أحد أخذ رشفة من إيش رشفة من أحد أخذ رشفة من القهوة غيري؟ أحد أخذ رشفة من القهوة؟ رشفة من القهوة تمام غيري ولا بس أنا اللي شربت قهوة؟ شكلكم كلكم نمتوا تمام، جبتوا آخركم. مشكلة هسه حتى ما عندكم مكان تروحوا له بعد المحاضرة، يعني باقيين في الدار تمام. يعني قدام الطلاب لما عدي بالمحاضرة يخرجون بعد المحاضرة شوية يرتاحون نفسيا تمام، يروح لمثلا المكان يطلع. هسه أنتوا باقيين يعني راح ترجع بالدار بالدار. على كل يلا نلتزم بقوانين الحجر الصحي لسلامتكم. طيب نجي على آخر سؤال حتى أعتقكم اليوم وترتاحون. Examination of anterior abdominal wall of a pregnant woman revealed tumor-like formation. هذا أول شيء. Spot of the tumor that was removed 2 years ago. يعني قبل سنتين شلناه ورجع طلع من نفس المكان. Dense, well-defined neoplasm. يعني وبنفس الوقت هو إيش حميد كصفة إنه دينس، لكن يرجع من نفس المكان. فما هو الشيء هذا اللي هو يرجع من نفس المكان وبي فايبرس وكونكتيف تيشيو وتشيله ويرجع مره ثانيه، لكن هو ليس حميد وليس سرطاني، فهو ورم الديزمويد. اتذكروا على منطقه الابدومن، فهو ورم الديزمويد تمام. طيب سؤال تفضل، اللي عنده سؤال يقدر يسالني الان، احنا بعدنا ما خلصنا المحاضره تمام. طيب هذا السؤال بالنسبة إنه يلغون الكروك أو لا، هذا سؤال لحد الآن ما معلوم وما أتصور يصير إلغاء الكروك. مو ضمن احتمالات كروك سنتر حالياً. الأكثر إنه يصير تأجيل لو صار في حالة تمدد للحجر الصحي. لو انحلت الحجر الصحي مدة أسبوعين أو غيره ذاك الوقت لا، الكروك راح يكون في موعده. أنت حالياً عليك تدرس كأنه الكروك في موعده، أبد لا تفكر بهذا الشيء حتى لا يضيع عليك وقتك وجهدك تمام. فأتصور هذه شنو معنى ديسبلاجيا؟ معنى ديسبلاجيا يا مريم معناته تشوه خلوي تمام، هذا معناه تشوه خلوي. ديسبلاجيا هي نفس معنى كلمة اتيبيكال سيل، معناها خلايا غير نموذجية، يعني خلايا مشوهة معناها تحول سرطاني، خلايا سرطانية. هذا مختصر مفيد معناها تمام. لا مش قبل الميتابلاجيا، بعد الميتابلاجيا. الميتابلاجيا قبلها، يعني الخلايا تتحول من خلايا طبيعية إلى بعدين خلايا تتحول يصير بيها تحول نسميها ميتابلاجيا اللي هي مو خلايا سرطانية، بعدها تتحول إلى ديسبلاجيا